ولذلك بين العلماء رحمهم الله ان من اسباب سوء الخاتمة التي تتصل بضعف الايمان الاستهزاء بالدين والعياذ بالله والاستخفاف برب العالمين. فان الانسان اذا لم تكن لله عز وجل في قلبه هيبة ولم يكن له في قلبه حرمة ولم يكن له في قلبه اعظام واجلال فانه على خطر من سوء الخاتمة والعياذ بالله. فالمستهزئ بالله قل ان يسلم من سوء الخاتمة. ومن يسب الله او يلعن الله والعياذ بالله قل ان يوفق لحسن الخاتمة والعياذ بالله. وقد اشار الله تعالى الى ذلك بقوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فأخبر الله تبارك وتعالى عن بعد توبة الله عز وجل عن أمثال هؤلاء. وإذا كانت التوبة بعيدة ممن سب ربه أو استهزأ بالدين والعياذ بالله فإن الغالب في صاحب ذلك فإن الغالب فيه والعياذ بالله أن ينتكس والغالب فيه والعياذ بالله أن لا يوفق بطاعة الله. ذكر بعض العلماء قصة واقعية قريبة عن رجل كان في سفر كان مع أناس وكانوا على مقربة من المدينة. فقال رجل من الركاب وصلنا الى المدينة فقال له ذلك الموفق الصالح قل ان شاء الله. يذكره بما ينبغي ان يكون عليه المؤمن بالله من تذكير اخيه بمشيئة الله. فما كان من ذلك الشقي والعياذ بالله الا ان تفوه بتلك الكلمة العظيمة فقال نسأل الله السلامة والعافية وإن لم يشأ. ويشاء الله عز وجل بعد لحظات يسيرة أن ينقلب ذلك الركب وأن تكون تلك العنق هي أول عنق تدق والعياذ بالله. فمن استهزأ بالله أو استخف بعظمة الله فإن الله ينقته ومن نقته الله عز وجل مكر الله به مكر الله به فكانت خاتمته والعياذ بالله أشقى الخواتم. وفي حكم الاستهزاء بالله الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن المستهزئ بها يخاف عليه سوء الخاتمة. وإذا سمعت أذناك إنسانا لا قدر الله يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او ابصرت عيناك لا قدر الله من يقول ذلك او يفعله فاعلم انك قد رأيت انسانا قد وضع اول خطوة لسوء الخاتمة والعياذ بالله. كان هناك رجل من الكتاب المشهورين المعروفين الذين جرحوا السنة نسأل الله السلامة والعافية وسخر قلمه للاستهزاء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسخرية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق العقل عليها وهو المعروف بأبي ريا. كان هذا الكاتب معروفا بالجرأة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالتهكم والسخرية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرد منها ما رد وقال ما شاء الله ان يقول ويشاء الله عز وجل بنقل الثقة عن العالم الذي حضر وفاة ذلك الرجل. يقول اتيت الى بلده فتذكرته فأحببت أن أزوره لكي أرى بعض الشيء عنه. ويشاء الله عز وجل أن توافق زيارتي سكرات الموت.
يقول: فدخلت على رجل والعياذ بالله، وكان هذا الرجل يستهزئ بأبي هريرة ورد أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وانتقصه وعاده وثلده، فشاء الله عز وجل أن يراه في سكرات الموت. يقول: وقد تغير لونه والعياذ بالله وكلح، وقد اتسعت حدقة عينه والعياذ بالله، وهو يقول: آه أبو هريرة، آه أبو هريرة، يتأوه حتى فاضت روحه والعياذ بالله. فهذه الخاتمة السيئة غار الله عز وجل بها على أوليائه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يخشى على ذلك العبد ولو كان صالحا إذا استخف بالعلماء، فمن استخف بالعلماء فإنه يخشى عليه أن يمكر الله به والعياذ بالله. فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الصفوة الذين اختارهم الله لتبليغ رسالته وأداء أمانته، فمن استخف بهم فقد استخف بمن أمر الله عز وجل بإجلاله. فيخشى على الإنسان إذا جند نفسه لتتبع أثرات العلماء أو تتبع زلات العلماء والعياذ بالله أن يمكر الله به. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. والعلماء هم أولياء الله في الأرض، لأنهم أصدق الناس عبودية لله، وأصدق الناس طاعة وامتثالا لأمر الله. فمن عادى العلماء فإنه يخشى عليه سوء الخاتمة. حدثني رجل من الفضلاء من الثقات الذين لا أزكيهم على الله، أنه كان مع رجل من أهل العلم الأفداد في بلده، رجل من العلماء المشهورين والفقهاء المبرزين. هذا العالم العامل يقول: جلست معه مجلسا من المجالس، فتكلم رجل وعنى رجلا معينا بكلامه فثلبه وانتقصه والعياذ بالله. فقال ذلك العالم الصالح، قال لهذا الرجل بمحضر من صاحب القصة التي يرويها، يقول: قال له: والله إني أعلم من تعنيه، وإنك إذ ثلبته وانتقصته، وكان الرجل الذي يتكلم فيه من العلماء، ولكن تكلم فيه بالإشارة واللمس. فقال له: إني أعلم من تكلمت فيه، وإني أحسبه من عباد الله الأخيار، وإني أحسبه من العلماء الأخيار، وإني والله لا آمن عليك سوء الخاتمة. يقول هذا الرجل الذي يحدثني القصة: قال لي: والله قد ساءت خاتمته بمنظر من عيني، وما توفي والعياذ بالله إلا وهو في عز شبابه، نسأل الله السلامة والعافية، قبل أن يتمتع بذلك الشباب أخذه الله تبارك وتعالى، أخذه ساخطا عليه، ساخطا عليه إذ عادى أولياءه. ومن هنا ينبغي للمؤمن الموفق أن يحذر سوء الخاتمة حينما يتقي لحوم العلماء، حينما يتقي أعراض العلماء، وإذا بلي والعياذ بالله بذلك فليبادر بالتوبة النصوح، وليبادر بسؤال العالم أن يغفر زلته وأن يعفو غيبته. فإن الإنسان إذا جند نفسه لأذية عباد الله آذاه الله عز وجل، آذاه في نفسه، وآذاه في عرضه، وآذاه في صلاحه والعياذ بالله. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله، ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. فكيف بمن تتبع عورة العلماء؟ فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل في لحوم العلماء،
ألا الله أن يصونه من سوء الخاتمة، وألا الله عز وجل أن يحفظه من هذه النهاية البئيسة والعياذ بالله. إخواني في الله، إن سوء الخاتمة قد يأتي تدريجا للإنسان، وقد يأتي فجأة والعياذ بالله على العبد. أما التدرج فقد أشار الله تبارك وتعالى إليه بقوله: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال بعض العلماء: يوفق للمعصية تلو المعصية حتى يختم الله على قلبه فيكون من الهالكين. وكذلك أيضا يأتي سوء الخاتمة والعياذ بالله على العبد فجأة، فتكون له ميتة السوء والعياذ بالله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حينما وقعت قصة الرجل يوم أحد، فقاتل حتى أثخن بالجراح، فأصبح الصحابة رضوان الله عليهم يتحدثون بفضل ذلك المجاهد، حتى إنهم قالوا: ما أبلى اليوم مثل فلان. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه من أهل النار. وشاء الله عز وجل أن تثخنه الجراح، فما صبر وما اصطبر حتى اعتمد على رمحه والعياذ بالله وقتل نفسه. فقد تأتي سوء الخاتمة للعبد حينما يفكر في إنهاء حياته بطريقة لا ترضي الله، وهي الانتحار والعياذ بالله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النهاية الأليمة والعاقبة الوخيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: من تحسى سما فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن طعن نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يجأها بحديدة خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله، ومن صعد إلى شاهق أو جبل فتردى منه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها. فهذه النهايات تكون حينما يفكر الإنسان والعياذ بالله بإزهاق روحه ظلما وعدوانا، مخالفا وصية الله لعباده، إذ قال في كتابه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ونعوذ بالله من خاتمة السوء، ونعوذ بالله من ميتة السوء. أما النجاة والمفر فأول سبيل للنجاة من ميتة السوء أن تسأل الله عز وجل، وأن تبتهل إلى الله تبارك وتعالى أن يختم لك بخاتمة الإحسان، وأن يجعل خير عمرك آخرة وخير عملك خاتمته، أن تدعو الله عز وجل صباح مساء أن يختم لك بخاتمة الإحسان، وهي خاتمة الفوز بالرضا والجنان. أما السبيل الثاني فالأخذ بالأسباب التي تعين عن البعد عن سوء الخاتمة، التي من أعظمها وأجلها وجود قرين صالح تعاشره، وأخ في الله تآخيه، يشد من أزرك في طاعة الله، ويثبت لك القدم في مرضاة الله. إنك إن وجدت فإنك قد وجدت سبيلا إلى حسن الخاتمة، ودليلا يمهد الله عز وجل به إلى حسن العاقبة. وأما السبب الثالث الذي يعين على حسن الخاتمة فالاستكثار من الطاعات والمنافسة في الخيرات، وهذا الذي علاه الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض العلماء: معنى الآية أن تستديم خصال الخير حتى إذا فجأك الموت فجأك وأنت على طاعة يحبها الله ويرضاها. فمن استدام خصال الخير في ليله وجاءته سكرة الموت في الليل جاءته على الطاعة،
ومن استدام خصال الخير في نهاره جاءته سكرة الموت على خصلة من خصال الخير التي يتعبدها في نهاره.